معايا دبابيس من الفراخ مسلوقه، اهو مسلوقه عادي خالص، ميه فيها بصله ومثلا جزر، طماطمايه، ورق لورا، حبهان، مستكه، ملح، فلفل، وسلقنا خالص الفراخ زي ما بنسلق الفراخ عادي. معايا بطاطس مسلوقه، تمام، اهو مسلوقه ومهروسه. معلقه كبيره زبده سايحه، هي مش سايحه فانا هسيحها دلوقتي عشان احطها على البطاطس. وكمان معايا ملح وفلفل وحتت كده بسيطه من المشروم المتشوح، متشوح كده في معلقه زيت وبس. ده كده ايه الخلطه اللي هحطها جوه العجين مع الفراخ. ايه بقى العجين اصلا؟ عجينه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، معلقتين كبار من الزيت، وكوبايه وربع ميه دافيه بس. عجينه بسيطه ما فيهاش خميره ولا اي حاجه وسهله جدا. وهندهنها بقى من فوق كده في الوش بيضة، عليها معلقتين من اللبن وملح وفلفل وبس. خلاص ونحط بطاطس مسلوقة ومهروسة عادي خالص، وهنحط عليها المشروم، مشروم متشوح كده ايه في معلقة زيت ولا حاجة كده على طاسة على النار. هنحط بقى ايه الزبدة، ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب. ادي البطاطس. العجينه بقى نجيب بوله تانيه، هنحط الدقيق، 3 كوبايات، رشه ملح، معلقه صغيره ملح قصدي، معلقه صغيره سكر، معلقتين كبار زيت، ومعايا مية علشان أعجن بيها العجين. ونحط مية ونقلب كده اهو. وضروري طبعا العجينة دي ترتاح زي أي عجينة، هي مفيهاش خميرة بس ايه لازم كده ايه تهدى شوية على جنب كده، ده بيفرق بقى جدا، ما تستهويش أبدا بالحركة دي اهو. وايه وهفردها طبعا يا جماعه، لازم تسيبوا العجينه ترتاح لان هي كده ايه مش مرتاحه يعني، ولا حتى معجونه وقت كافي، بس انا هوريكم الفكره. معايا سكينه هقطعها كده ايه بشكل منمق كده اهو. وعايزين برضو حتة من العجين كده نعمل كورة صغيرة نحطها من فوق هنا علشان العجينة ما تتقطعش مننا، لان ايه وارد جدا وهي في الفرن نلاقي الحتة الرقيقة دي فكت ولا حاجة، فاحنا نبقى ايه في امان. حطيها هنا كده بهذا الشكل كده اهو، حطها في النص. وهنعمل ايه؟ هاخد بقى من البطاطس بالمشروم احط هنا كده كده اهو، هذا الشكل الظريف. العجينه دي هلفها كده على بعض، بصوا كده، وهقول لكم دلوقتي هعمل ايه، بس انا عايزه الفها الاول عشان اقدر اعمل بيها شكل كويس كده اهو كده. بصوا كده وابتدي افتحها كده خفيف، اجيب دبوس من الدبابيس المسلوقه احطها كده فوق، واطلع بقى ايه بكل الكلام ده وكشكشه كده تمام، واقفل عليه بايدي واعمل ايه ومعايا دوباره خيط، اقوم ايه ربطه كده بالخيط، بس انا عايزه اقصه وهدهنها وادخلها الفرن مثلا كده. معلقتين اللبن كده اهو، بس ايه ممكن نحطها في بولة البطاطس لان البولة دي صغيرة،
نحط ملح وفلفل، فلفل اضربها بالشوكة، وهدهن العجين تمام، وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 لغاية ما العجين بس كده ايه ياخد لون ظريف، لان طبعا الفراخ مستوية والبطاطس اللي احنا حاطينها من جوه مستوية وكله تمام، احنا بس عايزين العجينة تلون كده وتاخد لون حلو في الفرن. الفراخ بعد ما خرجت من الفرن ظريفة جدا، وحطيت لها ألمنيوم فويل بقى من فوق كده علشان نعرف ايه نمسكها ونقدمها بيه، وهنشيل برضو الخيط وهنقدمها مع بعض.